شوفوا يا جماعه الصحابه بيتنافسوا في شنو؟ عشان كده السلف بعضهم يقول من سابقك في الدنيا اي نافسك فيها فتركها له وسابقه في الاخره. وان تمشي السوق وعرباتك تكتر، واحد بيجاي شغال معاك موازي كل مره يشتري في عربيه جديده، والعمارات بتاعتك تكتر، واحد شغال معاك موازي بيشتري في العمارات، اترك له والدنيا سابقه في الاخره. الناس يتنافس في الآخرة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في أمر الجنة وفي أمر الآخرة. ده بيتنفل، انت تتنفل أكثر منه. ده مخلص لله ظاهره الإخلاص، انت تكون مخلص لله أكثر منه وأشد. ده مجتهد في الدعوة، انت تكون مجتهد في الدعوة أشد من اجتهاده. ده حفظ 10 أجزاء، انت احفظ 12، واصل في الخير. ده يتصدق، انت يتصدق. نافس الناس في الآخرة من غير ما تحسد الحسد المذموم، وأخلص أمرك ودينك لله سبحانه وتعالى. لكن الدنيا دي ما تنافس الناس فيها كثير، خليها لهم في النهاية على زوال. بعدين انت المنافسة دي، انت لما تنافس زول في امر دنيا، شيء انت ما بتملكه، الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. وقد انت تموت وهو يفوتك، وقد 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 الى اخره. ولكن نافسه في الاخره، هذا هو التنافس المحمود. الامر الثاني قال: وعن قيس قال: اشترى ابو بكر رضي الله عنه بلالا، لما كان بلال رقيقا، اشترى أبو بكر رضي الله عنه بلالا وهو مدفون في الحجارة يعذب رضي الله عنه. فالدين ده الناس ابتلوا فيه كيف؟ ناس الواحد راكب عربية وجلابته نظيفة ورابط عمته بمراية متريح ويتغدى حتى نيجي يسوي الدرس، وأي زول يعزمه ويلاقوه في الشارع يحترموه، وفي صف العيش يقدموه، وفي صف شنو كذا يحترموه يا شيخ فلان ويتأدبوا معاه. وبعد يقول لك والله الدعوة دي فيها ابتلاءات شديدة جدا، بعد الريحة السمحة دي وبعد الراحة دي. ونديلك بيسلموا، الواحد بيخلي أهله وبيوته ويخلي الدنيا وما فيها ويهاجر إلى الله تعالى. وبعد ده يجي محمد مصطفى يطعن في الصحابة، يقول اقتتلوا في السلطة واقتتلوا في الدنيا، تركوا الدنيا وراء ظهورهم وأقبلوا على الله تعالى والدار الآخرة. وبتشوف بعدين في السير دي، والله السير دي فيها عجائب. وأنا بقول أي زول يقرأ الكتاب ده وينقحه ويخرج ما فيه من آفات ويستفيد من خيره فإنه يغير حياته تماما. الكتاب ده بعالج لك مشاكل في الشهوات، تعلق بالدنيا، أمراض في القلوب بإذن الله تعالى، يعالجها من الحسد والغل والرياء والعجب إلى آخره. طيب، قال: اشترى أبو بكر رضي الله عنه بلالا وهو مدفون في الحجارة بخمس أواق ذهبا، خمس أواقي. فقالوا، أي لأبي بكر رضي الله عنه: لو أبيت إلا أوقية لبعناك. أنت دفعت لنا خمسة، كان قبيل أبيت إلا واحدة، وقية واحدة كانت ديناك له بوقية واحدة. قال: لو أبيتم إلا 100 أوقية لأخذته. قالوا: انتوا زاهدين فيه، بواحد بتبيعوا، لو ابيتوا الا 100 كان دفعتها فيه 100. رضي الله عنه. وبلال خير منا اجمعين اليوم، ما بزول الليله غنيان ولا صاحب منصب ولا زول مرموق ولا عابد ولا عالم بيقول انا افضل من بلال، فيه ما في. وافضلنا اليوم إن قورنا به رضي الله عنه وأرضاه.
مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عنده ترجمة بتجينا إن شاء الله في وقتها. قال ابن الجوزي عن عمر بن الخطاب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، ووافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، يعني كان في يوم بسبقه، الليلة بسبقه. قال: فجئت بنصف مالي، قروش وقسمة، جاب نص قروش وقدم للنبي عليه الصلاة والسلام صدقة لوجه الله تعالى، يعني يتصدق بها أمام النبي صلى الله عليه وسلم ليضعها النبي صلى الله عليه وسلم في الموضع المناسب. قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله، يعني أبقيت مثل هذا المال، زي ما جبت نص خليت نص. قال: وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله، أبقيت لهم الله يتوكلون عليه، ورسوله صلى الله عليه وسلم يتبعونه ويحبونه صلى الله عليه وسلم. فقلت، قال عمر رضي الله عنه: فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. هذا الحديث حسن كما في صحيح الترمذي للألباني رحمه الله تعالى.